السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك، اتفضل. عندي سؤالين بدلك. اتفضل. السؤال الأول، كان في كنا احنا من 3 سنين دافعين مقدم في شقة ايوه بحيث إنها نشتريها تتبني يعني وكده، بس المقاول أخلي بالعقد، وحاليا مر 3 سنين وما ادناش حاجة، فاحنا رافعين قضية، فالمحامي يكذب في الدعوة إن هو عايزين ناخد ال 100,000 اللي دفعناها، زائد الشرط الجزائي، كان في شرط جزائي 100,000 جنيه، زائد هو طالب في الدعوة تعويض، فده يجوز التعويض ده والكلام ده ولا ما هو طبعا هو الذي أضر بكم وأخلف معكم، يعني هل هو تعثر رغما عنه أو كان نصاب؟ هو يعني هو دخل هو معاه حاجات غلط وجات فوق دماغه في الآخر يعني، نعم؟ هو عمل حاجات غلط وكده، ففي الآخر جات فوق دماغه طيب يعني. يتحمل، يتحمل التوابع. يعني التعويض ما فيهوش مشكلة إن شاء الله. ما فيش مشكلة، لأنه إذا يعني أضر بكم بارك الله فيك ليست قرضا، هذه الأموال ليست قرضا. ايوه، هو كان المفروض يسلمها بعد سنه، ودلوقتي اللي دخلنا في 3 سنين يعني. و انت كنت لم كانت لم تبنى. ايوه طبعا. هذا من معذرة، اسمح لي من مخالفتكم للكتاب والسنة، لأن الرسول قال لا تبع ما ليس عندك، وأنتم اشتريتم شيئا ليس عندكم، ليس عند البائع، عفوا. هو لسه كان هيبني العمارة يعني. أما قل لا يجوز هذا البيع، أنت لعلك تتعجب من كلامي، لكن لا يجوز هذا البيع، لا لا تبع ما ليس لما عندك. تسيب الدنيا يعني. نعم طبعا، الله يسلمك.